بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، عندما تنحصر كل الآمال في الفوز على الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، عندما كل الآمال تكون فقط أنك تكسب الأهلي. الله يمسيك بالخير يا مانويل. مانويل جوزيه، ما فكركش بحاجه كلام. مانويل جوزيه كان اليوم بقول عبقريه، قال لك المفروض في مصر يعملوا دو بطوله او كاس للفوز او التعادل مع الاهلي. اللي ياخدها يبقى خلاص اضيت كده وسيب الناس تنافس على البطوله.